الدين المستقيم. نحن جميعا بفضله سبحانه وتعالى هدانا الله ووفقنا الله وجعلنا مسلمين. هناك غيرنا من الناس لم يوفقوا ولم يهدوا الى الدين الصحيح والدين المستقيم. فهدايه التوفيق والالهام بيد الله. انا هديناه السبيل اما شاكرا واما هذه هي القسم الرابع من اقسام الهدايه. غالبا تجد العلماء يكون معين هدايه عامه لجميع المخلوقات. دين هذا الامر يعني تعبد. دين يعني اتخذه دينا. هذا الذي يختلف فيه اهل السنه مع كثير من بعض الفرق المخالفه للسنه. بعض الفرق ياخذون من قول فلان قول فلان قول فلان. نحن عندنا ما في قال فلان قال فلان. ما في احد عندنا معظم. عندنا القران وعندنا السنه. جيد. فعندنا ثلاث اشياء. ما هي عقيدتنا في القران؟ منزل غير مخلوق كلام الله سبحانه. الله عز وجل يتكلم نحن نتكلم. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال الله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. قال سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه كلمه ربه ونفاه ما يستطيع احد ان يؤولها. كلمه ربه الله عز وجل كلم موسى تكليما. قال الله سبحانه وتعالى لموسى: انني الله لا اله الا انا فاعبد. فالله عز وجل يتكلم وله صفه الكلام. وهذه الادله من القران. والقران منزل غير مخلوق بل هو كلام الله. ما المنقول من كلام السلف؟ قال الامام الشافعي رحمه الله. امام الشافعي ماذا قال؟ قال: كما في شرع اعتقاد اهل السنه والجماعه الله، هكذا يقول الشافعي في النصر، الله متكلم بكلام حقيقي وكلام الله غير مخلوق به أدين الله عز وجل. هكذا قال الشافعي رحمه الله تعالى. قال: الله متكلم بكلام حقيقي وكلام الله غير مخلوق به أدين الله عز وجل. هكذا قال الشافعي رحمه الله. الناظم في هذه الأبيات يتحدث عن إثبات رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ما في الدنيا. جيد؟ رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. الله عز وجل قال لموسى في الدنيا لن تراني. ما هو الدليل على أن الله عز وجل يرى في الآخرة؟ قال ربي سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة جميلة إلى النظارة. ناظرة يعني جميلة، فوجوه أهل الجنة جميلة. وجوه يومئذ يعني يوم القيامة ناظرة أي جميلة إلى ربها ناظرة. إلى ربها ناظرة تنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. الدليل الثاني قال الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الذين أحسنوا في الدنيا في العمل الصالح، أحسنوا في عقيدتهم، أحسنوا في دينهم، لهم الحسنى. ما هي الحسنى؟ الجنة. والزيادة هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. المزيد هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. هذه الأدلة من القرآن تدل على أن المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة. جيد؟ وقل يتجلى الله للخلق جهرة يرونه عيانا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وفي رواية لا تضامون في رؤيته، وفي رواية لا تضامون في رؤيته. إنكم سترون ربكم. حديث ظاهر صحيح تلقته الأمة بقبول، ورواه أكثر من 50 من الصحابة.
وهو من أصح الأحاديث إسنادا على وجه الأرض. حديث صحيح ما في أي إشكال. من أين نأخذ العقيدة؟ مصدر التلقي والإسكان. هذا مهم، هذا مهم. وقل يتجلى الله للخلق جهرة أي واضحة سبحانه وتعالى، كما البدر لا يخفى وربك أوضح. كما البدر لا يخفى، هنا التشبيه، هنا التشبيه، هنا التشبيه. الرؤية للرؤية وليس المرئي للمرئي المقصود بها. كما تمر القمر، كما البدر لا يخفى. ما المقصود هنا؟ كما هنا للتشبيه، كان للتشبيه. هنا تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرئي بالمرئي. ما المقصود؟ تشبيه الرؤية بالرؤية يعني أننا نرى الله كيفية رؤيتنا لله مثل كيفية رؤيتنا للقمر. وليس المقصود أن المرئي الذي هو القمر مثل الله عز وجل، تعالى الله. لا لا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، لا تشبهه المخلوقات ولا يشبه شيء من المخلوقات. لا نستطيع ان نكيف صفاته، نؤمن بما قال ولا نكيف صفاته. جيد. قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى: كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الشافعي قال: فلما حجب هؤلاء في السخط كان دليلا على أن أولياءه أو أولياءه يرونه في الرضا. قال الربيع، طالب الشافعي، قال الربيع: يا أبا عبد الله، وبه تقول؟ يعني أنت تقول أن المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، وبه تقول؟ قال: نعم، وبه أدين الله عز وجل لو لم يوقن محمد ابن إدريس، محمد ابن إدريس، أنه يرى الله لما عبد الله عز وجل. نص واضح رحمه الله تعالى يصح إليهم في قوله بأن النظر إلى وجه الله عز وجل ثابت في الآخرة، ثابت في الآخرة. الميزان نفس العمل يوزن.
فقيل كان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الأمر الثاني العمل الثالث الصحف، الصحف التي فيها الأعمال توزن. ما الدليل عليها؟ الدليل عليها حديث البطاقة. ما هو حديث البطاقة؟ قال عليه الصلاة والسلام: يأتي يوم القيامة رجل معه 99 سجلا مد بصره فيها أعمال فتنشر أمامه يوم القيامة، فيقول رسول الله: يا عبدي هل تنكر من هذا شيئا؟ يقول: لا. هل ظلمك كتبت لي الحاسب والملائكة؟ هل ظلموا؟ هل ذكروا شيئا لم تفعله؟ فيقول: لا. حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك هل بقي لك شيء؟ يقول: لا. يظن أنه إلى النار. فيقول الله: بقي لك عندما شيئا إنك لا تظلم اليوم أبدا. فيؤتى ببطاقة صغيرة فيقول: ماذا عسى هذه البطاقة أن تفعل؟ ولكنها توضع في كفة الحسنات، لأن كفة السيئات فيها 99 سجل راجحة، توضع في كفة الحسنات فترجح كفة الحسنات وتطيش السجلات. هذه البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، وهذا يدل على أن التوحيد أعظم الحسنات عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك: فقل يخرج الله العظيم بفرده من النار إنسانا من الفحم تطرحه على النهر في الفردوس فحيا بمائه كحب حميد السيل إن جاء يطرحه. الله عز وجل العصاة الآخرة، ما حال العصاة الآخرة؟ رجل مؤمن لكنه معاصي، مؤمن شرب الخمر، مؤمن سرق، مؤمن وقع في فاحشة الزنا والعياذ بالله جميعا، ما حكمه؟ هل هو يبقى في نار جهنم ولا يدخل الجنة، أو هو يدخل الجنة وليس عليه شيء؟ يقول: العاصي تحت مشيئة الله إن شاء الله عز وجل، هذه عقيدة ليس قولنا نحن، إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء الله عز وجل غفر، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عز وجل غفر له وأدخله الجنة مباشرة، وإن شاء عذبه على قدر ذنبه، قد يمكث في النار 100 سنة 80 سنة لابثين فيها أحقابا، والحق 80 سنة جيد، قد يمكث 80 100 200 1000 سنة في النار ثم يخرج إلى الجنة، وكل من كان في قلبه إيمان يخرج إلى الجنة، وكل يخرج الله العظيم بفضله من النار، الله العظيم الرحيم الكريم يخرج من النار أجسادا من المؤمنين من الفحم، والفحم تطرح أين يطرحون؟ على النهر في الفردوس، نهر في الجنة اسمه نهر الحياة أو نهر الحياة، لكنه إما هذا نهر اسمه نهر الحياة أو نهر الحياة في الجنة في الفردوس تحيا بمائهم، يأخذ الله عز وجل هؤلاء من النار وبحث متبحمون أرانا خلاص فيوضعون في النار. جاء بعض الروايات يغتسلون منه، جاء بعض الروايات يغسلون منه، جاء في بعض الروايات يلقون فيه، كلها روايات تصح، ولا يجوز أن يكون يلقون فيه ويغتسلون منه وتصب عليهم، فهم يكونون يعودون إلى هذا النهر ثم يحيون كما تنبت الحبة في حميل السيل. أحيانا يكون هناك سيل، فيكون سيل يعني الماء السائل، عند نزول المطر يكون هناك ماء سائل يسيل، صح؟ الماء السائل هذا الذي يسيل أحيانا بعد فترة من المطر يظهر بجانبه نبات صغير جدا يموت سريعا وطريا، جيد؟ غيره هذا يسمى حميل السيل، حب حميل السيل، يموت سريعا ويموت بطراوة نقي طيب، يموت أجساد تكون أجساد لينة
ويموتون سريعا في الجنة ويكونون من أهل الجنة. فنؤمن أن الله عز وجل يخرج من النار أناسا كانوا يعصون الله عز وجل، عذبهم الله على قدر ذنوبهم، ثم أدخلهم سبحانه وتعالى جنته، ثم أدخلهم سبحانه وتعالى حيث الله أهل الأهل، ثم يدخلهم الله سبحانه وتعالى جنته على النهر أو في الفردوس تحيا بمائه كحب حنين السيل إذ جاء يطبعه، أي إذ جاء يفيض يطبعه ويدفعه يفيض. فهذه عقيدتهم أن المسلم المؤمن العاصي يوم القيامة تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه كما قال حافظ الحكم رحمه الله. فهو إن شاء الله عز وجل غفر له وأدخله الجنة مباشرة، وإن شاء الله سبحانه وتعالى عذبه على قدر ذنوبه، لكن إذا يدعو ما دام مؤمنا موحدا إلى الجنة، فيدخل الله عز وجل الجنة كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. كنا قد وصلنا بهذه المنظومة المباركة في شرحنا المختصر جدا في إلى قول العظيم رحمه الله تعالى. لا إيش إيش طيب، هذه الأبيات نأتي لها واحدة واحدة. قال رحمه الله تعالى: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوكم ويعصيب في العرش الصحب. لا تحكم بالكفر على أهل الصلاة، من كأنه يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم، له ذمة الله وذمة رسوله. كأنه يقصد بها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأيتموه يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. فالإنسان المؤمن، لأن الصلاة من علامات الإيمان، فالإنسان المؤمن إن عصى الله عز وجل لا يكفر. عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمن إذا وقع في معصية أو في كبيرة لا يكفر، إنما يفسق. يقال له مؤمن فاسق، أو يقال له الفاسق الملي. فاسق الملي يعني من أهل ملة الإسلام، يعني من أهل ملة الإسلام. هذه هي عقيدة أهل السنة، لا نكفر أهل الإيمان بالمعاصي. طبعا المعاصي غير المكفرة، هناك معاصي مكفرة إذا فعل الإنسان يكفر، وهناك معاصي وهي المقصودة هنا التي لا يكفر بها الإنسان. مثلا المعاصي المكفرة مثل من يستهزئ بالله أو يسب الله عز وجل، هذه معصية لكنها كفر، كفر جيد. فإن توفرت فيه الشروط وانتهت فيه الموانع حكم عليه بالكفر. لكن من عصى الله عز وجل مثلا، أعاذنا الله وإياكم، سرق أو فعل الزنا أو شرب الخمر أو كذب أو اغتاب أو نمى، فعل هذه المعاصي أو غيرها من المعاصي غير المكفرة، فإننا لا نحكم عليه بالكفر، إنما نقول هو مؤمن ناقص الإيمان، أو نقول هو مؤمن فاسق، لكن لا يزال مؤمن، لا يكفر، لا يزال في دائرة، لا يزال في دائرة الإيمان. قال: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، حتى وإن وقعت منهم المعصية، فكلهم يعصي، كل آدم خطا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الخطائين التوابون. فالإنسان جبل على الخطأ وعلى المعصية، لا يمكن أن يوجد أحد معصوم غير الأنبياء، ما في أحد من البشر، لا ولي ولا سيد ولا فلان، ما في أحد معصوم غير الأنبياء، هؤلاء المعصومون. أما غيرهم فكلهم يعصي، كلهم آدم خطاء، كل من ألفاظ العلوم. قال: فكلهم يعصي وذو العرش يصبح. الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب دون الشرك، يغفر ما يشاء غير الشرك به خلود النار دون شرك، كما قال صاحب سنن الوصول حافظ الحكمين رحمه الله تعالى. فالله عز وجل قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لمن يشاء. فمن مات على الكفر أو على الشرك مخلد في نار جهنم بشكل أكبر، ومن مات على التوحيد وعنده معاصي سيأتي حكمه الآن في الأبيات التي بعدها. قال فكلهم يعصي ذي العرش. من على ذي العرش؟ يعني صاحب العرش. من هو صاحب العرش؟ الله سبحانه وتعالى. العرش فيه إثبات العرش لله، كأنه يشير إلى أن المسلم يجب أن يثبت العرش لله سبحانه وتعالى، وهو أعظم مخلوقات الله، أعظم مخلوقات الله. وهو أيضا وقع الخلاف، هل أول ما خلق العرش أو القلم؟ وقع الخلاف بين العلماء، هل العرش أو القلم؟ الذي يرجحه ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم أن العرش أول، والناس مختلفون في العرش، في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو بعده؟ قولان عند أهل العلم همذان. والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذلك، هكذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، نونية جميلة إن شاء الله تحفظونها يا أخوان، بارك الله فيكم جميعا. فالعرش العظيم هو أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ورب العالمين مستوى على عرشهم، وذو العرش صاحب العرش سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، عالم مرتفع عليه سبحانه. فكلهم يعصي وذو العرش، ذو العرش أي صاحب العرش، ذو العرش المجيد سبحانه وتعالى، على قراءتين، أن المجيد صفة للعرش أو صفة لله عز وجل، ووصف العرش أنه مجيد وأنه عظيم. وذو العرش يصفح أي يغفر سبحانه وتعالى. ثم قال ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقام لمن يراه يرضي ويفرح. لهذه المسألة نحن لن نستفصل لأن المتن قصير جدا، نأخذ الخوارج منهم هم في الأصل الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضى، هذا مبدأهم وبدايتهم. ومن أهم عقائدهم أنهم يكفرون بالكبيرة، ويحكمون على فاعل الكبيرة بالخلود في النار، وفي الدنيا يحكمون عليه بالكفر. فمن زنى يقولون كافر، ومن شرب الخمر يقولون كافر، ومن سرق يقولون كافر، وهذا مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. قال ولا تعتقد رأي الخوارج، إياك انتبه، لا تعتقد رأي الخوارج. شوفوا أهل السنة وسط بين هؤلاء والذين من بعدهم. ولا تعتقد رأي الخوارج إنهم، فرأي الخوارج يعني عقيدتهم في هذه المسألة، نحن يهمنا هذه المسألة. يحكم الخوارج على من فعل المعصية أو الكبيرة، على قول الصحيح من فعل الكبيرة، أنه ماذا؟ كافر. وأهل السنة يقولون كافر؟ لا، أنا أسأل أنت. أيوة أنت عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة الذي يفعل الكبيرة المعصية مثل جرم الله الزنا أو شرب الخمر والسرقة وغيرها، يفعل الكبيرة عند أهل السنة والجماعة، هل هو كافر أو هو مؤمن كامل الإيمان أو هو مؤمن فاسق ناقص الإيمان؟ مؤمن فاسق، أحسنت، تبي معنا حتى نركز جميعا، الأخوات التي تدخل لكن قال لا تعتقد رأي الخوارج، الخوارج يقولون في هذه المسألة أن من فعل كبيرة فهو كافر. ولا تكن مرجيا نعوذ بدينه. المرجئة عكس الخوارج. المرجئة يقولون أن الذي يفعل المعاصي والذي لا يفعل المعاصي سواء. رجل يقوم الليل ويصوم النهار ويترك المعاصي، وآخر مؤمن أيضا ولكنه يفعل الفواحش، وأحيانا يترك الصلاة، وأحيانا
يعني يقع في ذنوب عظيمة؟ قالوا إيمان هذا وإيمان هذا سواء. جيد. قالوا يكفي فقط أنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله أو أن محمد رسول الله، أن تصدق بالقلب. فالإيمان هو التصديق، يكفي أن تقول آمنت بالله، آمنت برسول الله، ما يجب عليك أن تعمل، ما يجب عليك أن تعمل، فقط يكفي، يكفي ماذا؟ التصديق بالقلب. جيد؟ فهؤلاء قالوا لمن يفعل المعاصي أن إيمانه كامل إيمان، ما دام مصدق مؤمن في قلبه كامل إيمان، إيمان مثل أبي بكر وعمر، لا إله إلا الله. هؤلاء عكس الخوارج، الخوارج يقول من يفعل المعاصي كافر، يخرج من الإسلام كبيرة. والمرجئة، ما معنى الإرجاء؟ المرجئة مأخوذة من الإرجاء، الإرجاء هو التأخير، لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان. قالوا يكفي أن تقول أنا مؤمن والعمل ليس واجب، كما سيأتي معنا في البيت الذي بعد. قالوا لا تكون مرجيا يلعب بدينه، المرجئة كأنهم يلعبون بالدين. كيف تقول آمنت بالله ولا تعمل؟ والله عز وجل يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وسيأتي معنا أن الإيمان قول وفعل واعتقاد، قول وفعل واعتقاد كما عرفه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وعلى كل شيء من هذا دليل نعم الله. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، يتلاعب بالدين، هذا لعب وعبث. الا انما المرجي بالدين يمزح، يتلاعب. كيف انت تؤمن بالله عز وجل ولا تطيعه ولا تعمل وتعصي الله عز وجل وتقول ان ايمانك كايمان الصحابه او كمن هم كاملي الايمان؟ هذا قول باطل ولعب بالدين. أما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين باطلين، جيد، وسط بين ضلالتين وحق بين باطلين. الإيمان لغة تصديق، اصطلاحا قول لسان، اعتقاد الجنان، الجنان يعني القلب، وعمل الجوارح والأركان، زيد بالطاعة، وينقص بالعصيان. هم يقول يزيد بالطاعة قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هذه هي. جيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة أقسام، أعلاها قول لا إله إلا الله. الإيمان قول، جيد، قولوا آمنا. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول. إحنا إيش قلنا لكم في أول بيتين؟ من أين مصدر التلقي والاستدلال؟ من أين نأخذ العقيدة؟ خلاص لا تكتبوا بعدين الكتاب، ما في خير. من أين نأخذ العقيدة؟ من يقول لما مصدر التلقي والاستدلال؟ أحسنتم، مصدر التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة القرآن والسنة، ما في شيء آخر. جيد. التلقي، نتلقى، نأخذ العقيدة من القرآن والسنة، ونستدل لها من القرآن والسنة. قلت لكم أن أقوال غيرهم، غير القرآن والسنة، يستدل لها ولا يستدل بها. قول باللسان واعتقاد بالجنان، الإيمان لابد أن يكون أيضا في القلب. لابد أن يكون في القلب. أيضا قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل. وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما معنى إيمانكم؟ يعني صلاتكم. ما كان الله ليضيع إيمانكم. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى من الإيمان هو عمل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام جعله من الإيمان. جيد.
والحياء شعبة من الإيمان. والحياء يكون في القلب أولا، يكون في القلب. هذا الحديث جمع القول والعمل والاعتقاد، القول والعمل والاعتقاد. الإيمان ثلاثة أشياء، جيد؟ ليس كما يقول المرجع يكفي فقط أنك تقول أنا مؤمن بقلبي في الأهلس للأمان، ما فيه. لا، هذا قول المرجع. أهل السنة والجماعة يقول أنا آمنت بالله، هذا تصدق به بقلبك ثم تقول به بلسانك ثم تعمل، تقيم الصلاة، تصوم رمضان، تحج البيت، تؤتي الزكاة، تقيم أركان الإيمان الستة، تؤمن بسائر الغيبيات التي وردت في القرآن والسنة. هذا هو الإيمان. فالإيمان ثلاثة أشياء. الإيمان ثلاثة: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل يزيد الطاعة وينقص بالعصية. يزيد بالطاعة وينقص. عندنا أهل السنة والجماعة أن القرآن يزيد، أن الإيمان يزيد وينقص. إذا كان الإنسان عنده طاعات وأعمال صالحة كثيرة فإن إيمانه ازداد، وإذا كان الإنسان عنده معاصي فإن إيمانه ينقص. فالإيمان يزيد وينقص. كيف يزيد؟ يزيد بماذا؟ بالطاعة. وينقص بماذا؟ بالمعصية. هذا هو الإيمان، هذا هو عقيدة أهل السنة. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرحه، وينقص طورا يعني أحيانا بالمعاصي، وتارة يعني مرة أخرى بطاعته بطاعة الله، ينمي يكثر يزيد من النماء، بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح، الوزن يرجح يعني يوم القيامة. فأهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ يقولون الإيمان قول وفعل واعتقاد، هذا الذي ذكرناه. والإيمان يزيد وينقص. الفرق الضالة كما ذكرنا المرجئة والخوارج ما في. المرجئة يقولون الإيمان فقط يكفي القلب، جيد؟ الإيمان يكفي القلب. فمن آمن وقال أنا مؤمن بقلبي ولم يعمل فهو مؤمن، وإيمان من يعمل الصالحات ومن لا يعمل سواء، ومن عنده معصية ومن ليس عنده معصية كلهم سواء كلهم مؤمنون. هذا خطأ، لكن نقول الحق أن الإيمان يزيد وينقص. يزيد بماذا؟ طاعة. وينقص بماذا؟ المعصية. ينقص بالمعصية وينقص طورا بالمعاصي، وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. ودع عنك، هذا آخر ما في المنظومة، قال ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم وتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. يقول دع عنك آراء الرجال. آراء الرجال يعني الناس العلماء الذين خالفوا فيها أقوال الكتاب والسنة. فنحن عندنا لا نعظم قول أحد كائنا من كان إذا كان مخالفا للقرآن أو السنة. عندنا أحد عالم نقبل كلامه إذا كان كلامه موافق للقرآن والسنة، وإذا لم يكن كلامه موافقا للقرآن والسنة تركناه ووضعناه كائنا من كان، ولو كان عالم كبير، ولو كان العالم الفلاني والمشاهد، ولو كان مكان فقيها عالما أي أحد. فالإيمان عندنا أن أو من عقيدة أهل السنة والجماعة أننا نترك آراء الرجال والنساء أيضا، ليس الرجال فقط، يقصد دع عنك آراء أي أحد يخالف القرآن والسنة، اترك رأيهم أي أحد، ودع عنك آراء الرجال وقولهم، لا تأخذ به. متى؟ إذا خالف قول النبي عليه الصلاة والسلام وقول رسول الله أزكى أطهر وأشرح، أشرح للقلب. تأخذ قول النبي عليه الصلاة والسلام وينشرح صدرك ويرتاح قلبك عليه الصلاة والسلام. فخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام واترك قول غيره. ماذا قال الأوزاعي رحمه الله تعالى كما ذكرنا؟
قال عليك بقول النبي عليه الصلاة والسلام ودع آراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، وإن كان قوله مرتبا جميلا مناسبا لكنه إذا خالف القرآن والسنة يا اترك اتركه صح؟ يا اترك نعم؟ يا اترك بيان إكفال متشابه، أنا أحفظ متشابه. جيد. قال لا عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح، ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم، لا تكن من القوم الذين تلهوا بالدين، مرة يكون مرجع، مرة يكون خارجي، مرة يكون أهل بدع، مرة يكون لا تلهوا بالدين، هذا دين الله. ممكن تأخذ بأقوال الفقهاء تتبع أي مذهب من المذاهب، أما في العقيدة لا، ما في تأخذ على ما تريد، هذا عقيدة وهذا دين وهذا إيمان وهذا إيمان. قال ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم يتلاعبون به ويأخذون ما يريدون ويتركون ما يريدون، تقول له هذا حرام، لا لكن أنا نفسي أنا كيف أفعل، لا أريد لا أستطيع، يعني كيف، ما في كيف، قال الله حرام حرام، قال من الشرع حرام حرام، ما تأتي تذهب تبحث ها ماذا قال الشيخ فلان، ها لعله يجيزه الشيخ فلان، ها لعلي أجده، من تتبع رخص فقد تزلل، إنك إن أخذت بزلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، اجتمع فيك الشر كله. قال ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم، لا تتلهى بدين، جاء شيء من القرآن جاء من السنة يقبله ولا تردد. ثم قال فتطعن في أهل الحديث وتقذف، أهل الحديث هم المتبعين لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، المتبعين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يسمون أهل الحديث المشغلون علم الحديث. قال وتطعن في أهل الحديث وتقدحوا لأنهم أتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز للإنسان أن يستهزئ بأهل الخير والإيمان، نعم بل ينبغي له أن يحب أهل العقيدة الصافية النقية بوالدهم يكون منهم وينضم إليهم ولا يعارضهم بعقيدتهم، إنما نحب أي أحد من أي بلد كائنا من كان نحبه لله، كان أسودا أو أبيضا، طويلا أو قصيرا، جميلا أو قبيحا، ما دام مؤمن عربيا أو عجميا، كل هؤلاء المؤمنون من كان مؤمنا فإننا نحبه ولا نقدح فيه ولا نطعن فيه، نتألم لألمه ونفرح لفرحه. ثم قال رحمه الله تعالى إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه، يا صاحي يعني يا صاحب، هذا يسمى ترخيم، هذا يسمى ترخيم، صح يا أستاذ؟ أستاذ متقين، ماذا قال ابن مالك؟ قال ترخيم من احذف آخر المنادى كيا سعادة مدعى سعادة، ترخيم يسمى ترخيم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ماذا كان يقول لها؟ يا عائش جيد، كان لا يقول يا عائشة إلا نادرا، يقول يا عائش يعني ترخيم تبديل، يا صاحبي يا صاحب لأجل النظم الشعري، يا صاحب إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه العقيدة، يعني إذا اعتقدتها في دهرك وفي حياتك فأنت على خير تبيت وتصبح، يقول إذا اعتقدت هذه العقيدة فأنت على الخير تصبح على الخير وتمسي على الخير وأنت من أهل الخير وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة. بسم الله. وليس بما
بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى تعالى المسبح. فقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذلك فنجه. وقد ينكر الجهمي ايضا يمينه وكلتا يديه بالقوادم تنفه. وقل ينزل الجبار في كل ليله بلا كيف جل الراهب جل الراهب المتمدد الى طوبى الدنيا. إلى مغرب الدنيا يمر بفضله فتغفر أبواب السماء وتفتح. يقول ألا تستغفر اليوم الغافرة فمستغفر خيرا فليتوب عنا. رواه قوم لا يرد حديثه ألا ظن قوم كذبوه وخفيه. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيره قدما وربيعهم خير البلدية بعده علي حبيب الخير بالخير منزل. أحسنت. من واحدة أخرى تقرأ تسليها؟ وإنه ورحت لا ريب فيه على نجوم الفردوس في الفرد التصرف سعيد وسعد وابو عبد وطلحه وعبد فيهر والزبير ممدد. وقد خير قول في الصحابة كلهم ولا تقطع عنهم تعيب وتجرم. فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح أن في الصحابة تندم. وبالقدر المقدور أيضا فإنه دعاة أرض الدين والدين أفضل. ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض ولا الميزان انك تنصح. وكن يخرج الله العظيم بفضله من النار اجسادا من الفحم تطهر على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حمير السيل اذ جاء يدفع. فإن رسول الله للخلق شافع. وكن في عذاب القبر حق موضع ولا تكفرن أهل الصلاة وإن أصر فكلهم يعصي وذو العرش يصفر. ولا تعتقد رأي الخارج إنهم فقال لمن يهواه يربي ويفضح. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه ألا إن من مرجي بالدين يمزح. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي صرح. ويرقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته يمني وفي الوزن يرجح. ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أسد وأشرح. ولا تكن من قول تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تميت وتصبح. أجيبكم بهذه المنظومة لما أدلني بها مشايخي رحمه الله. أي أنت وهي ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح. ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح.